كنا نصلي مع بعض حتى تفهموا احنا جاي بناخد مائدة. شوفوا مقطع الكتاب من 1 كورنثوس 10 16 و17. فاكرين لما اخد الكأس وارفعه شو بقول؟ بقول كأس البركة. فكأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ آية 17 في الديانة الأولى مع بعضنا. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. شو معنى خبز واحد نحن الكثيرين؟ يعني ما في طوائف. يعني أنا والأرثوذكسي والكاثوليكي والإنجيلي والبروتستانتي والأبد، جميعنا خبزة واحدة. حد فيكم يقدر يفصل الدقيق اللي اتصنعت منه هذه الخبزة؟ إذن اوعى تتكلم على شخص من طائفة أخرى لأنه خبزة واحدة. اسمعوا زين الآية راح أعيدها. فإننا نحن الكثيرين، شو فينا؟ خبز واحد. أنا وأنت وغيري 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 من المؤمنين المسيحيين المولودين ثانية، خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك الخبز الواحد. أمين؟ أمين. خلي هالنقطة ببالك. أوعى أسمع منك في يوم من الأيام تدين أخوك من أي طائفة أخرى لأنك راح ترتكب خطيئة لأنه خبزة واحدة معك. أمين؟ خذوا فرصة صلاة مع الرب، اسمعوا ترنيمة من الأخ سامي عن الصليب، وبعدين رح نشكر بالمائدة مع بعضنا كجسد المسيح الواحد الخبز الواحد. صلي في الدقائق على ما نهيئ للترنيمة، صلي في قلبك، قول يا رب سامحني، أنا كنت فاكر شيء واليوم سمعت شيء آخر، كنت فاكر ما في محبة، لكن اليوم فهمت إنه في محبة. فكر اللي جالس جنبك هو مش ابن عمك ولا قريبك، هو اخوك لانه هو خبز معك. لو بتقدر تقول له انت ابن عمي ولا ابن مش عارف مين، هو اخوك لانه هو خبز معك. فتصلي قول يا رب سامحني لانه جواتي كان فيه خوف، ما كنت قادر افهم مشيئتك الصالحه بحياتي. امين.